مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات على ارض مصر. بكون موجوده معاكم انا ساره الهلالي، وحلقه يوم الخميس بنتمنى انها تحوز على رضا حضراتكم. الحقيقه في ظل جائحه كورونا او فيروس كوفيد 19 حصل حاله ارتباك عند العالم كله وبالتالي عند الاسر. الحقيقه في فتره بعد مرور سنوات كثيره الاطفال اللي موجودين النهاردة في عائلتنا هيبقوا كبار، ممكن ما يفتكروش الفيروس لكن هيفتكروا كيفية إدارتنا للأزمة، هيفتكروا كنا بنتصرف إزاي. الأباء والأمهات كانوا في حالة ارتباك ولا في حالة ثبات، حققنا لهم تروما أو عملنا لهم عقدة نفسية تستمر معاهم لسنوات ولا تعاملنا مع الموقف بهدوء. خلونا نعرف أكتر من المختصين، وبتشرفنا النهاردة دكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس وأستاذ طب الأطفال. أهلا بحضرتك. أهلا بي. طبعا الحوار فيه شقين، شق طبي بحت وإزاي نتعامل مع الكورونا وإن كان الكل يعلم ولكن زيادة التأكيد، وليه شق نفسي الحقيقة للتعامل مع أولادنا في هذه الفترة لأنها فترة من أصعب ما يكون. يعني خليني أبتدي بالجانب النفسي الأول. الأطفال سبحان الله يعني طبيعتهم كلها طاقة، يحبوا يجروا، يحبوا يلعبوا، بيروحوا المدرسة، يطلعوا سلالم، ينزلوا يلعبوا، يتخانقوا وهكذا وتمارين وغيره، وفجأة مطالب منهم أنهم يتحبسوا في أربع حيطان، وده لأمانهم وسلامتهم اللي هم أصلا مستحيل يستوعبوها. إزاي شايفة المعادلة دي صعبة، وإزاي إحنا كأمهات في هذا التحدي بقالنا فترة طويلة نعديه بدون ما نعمل أزمات لأولادنا زي ما أنا قلت في المقدمة؟ أهلا يا سارة. أول حاجة طبعا برحب بيكي وبمشاهدينا الكرام. الحقيقة إحنا طبعا كانت أزمة كوفيد 19 دي كانت أزمة قوية جدا علينا كلنا، يعني ما نقدرش نقول الصغيرين، إحنا الكبار أولياء الأمور نفسهم اللي هم الأب والأم والأطفال والجدود، كله طبعا حالة من الفزع وحالة من القلق الرهيب، وكان لازم يبقى لنا خطوات إن إحنا نواجه القصة دي. اللي أقدر أشيد بيه فعلا إن إحنا فعلا أنا شايفة إن بلدنا خدت قرارات صائبة جدا جدا في أغلبية الأشياء، يعني إزاي إدارة الأزمة. لا، إدارة الأزمة كانت كويسة جدا، أنا شايفة يعني أنها كويسة جدا، توجهات سيد الرئيس طبعا وطبعا مجلس الوزراء والوزراء كله. يعني حكاية إن إحنا وقفنا المدارس والجامعات كان حاجة هايلة، حكاية إن إحنا ابتدينا نقلل الشغل، تخفيض الموظفين اللي نازلين، إن إحنا ريحنا ناس كتير اللي هم عندهم مثلا أمراض مزمنة أو مرض مناعي، الناس اللي هي أكثر عرضة للإصابة، فدي كانت كويسة. طبعا في جزء على الشعب نفسه، أنا مش عايزة أقول إن الشعب ما كانش عنده وعي زي ما بيقولوا، لا بالعكس، إحنا ممكن تقدري تقولي إن نسبة 60% من المصريين التزموا بالحظر وبغيره. صحيح، في جزء ما التزمش وممكن يكون غصب عنه، انت مش هتيجي تقولي للست اللي بتنظف ما تروحيش روحي عند الناس، ما هو ده مورد رزقها. صحيح، هتعيش ازاي؟ فدي جزء من ضمن الفئات اللي بنتكلم عليها. انت عايزاني اتكلم عن الاطفال، وده تخصصي طبعا. الاطفال بقى في رد فعل كان غريب جدا. اول الحظر كانوا مبسوطين جدا، هي مفيش مدرسه. صحيح، وكانوا سعداء جدا بهذا الموضوع، هنقعد في البيت. مش قادره اقول لك ان هو يعني يا دوبك اسبوع، مامي احنا وحشتنا المدرسه، اصحابهم ومدرسينهم، احنا عايزين نروح المدرسه، احنا ازاي مش عارفين. ويا حرام على الناس اللي كانت بتغيب زمان، يعني انا بنتي اصلا ثانويه عامه، ربنا يرب فيها ان شاء الله. تقول لك انا مش عارفه الناس اللي كانوا عايزين من اول سنه عملوا ايه، ده كويس انا كنت بروح الاول. الزهق مضاعف بقى. صحيح، قلت لك الحمد لله انا روحت، يعني هي حاسه انها عملت حاجه. برضو كل دايما كانت تصحيهم الصبح ومش عايزين يروحوا، هم دلوقتي بيقولك احنا فين المدرسه، احنا نفسنا فيها. فدي عامل بوزيتيف جه معانا من كده، ان هم عرفوا ان انت مش بتتعلم عشان انا فرض عليك تذاكر، انت بتتعلم عشان يو انجويد، دي جزء من الفن، دي مش دي حاجه حياه طبيعيه من المتعه. نعم. من المتعه. الحاجه الثانيه ان احنا كمان ليه دور، فكره ان دورهم انتهى وان هم ما بيعملوش طب حاجه، وبعدين دي كانت ازمه. صحيح، وهنعمل ايه وبعدين فكره بقى ان احنا ابتدى التعليم الاونلاين ده بتاع المدارس، اغلبيه المدارس الحقيقه عاملاه، ودي كانت والوزاره كانت عامله للمدارس الحكوميه برضو، فدي كانت حاجه هايله.
يعني كانت حاجة حلوة جدا. أي نعم. لا وحاجة كان المفترض إن إحنا نطبقها على سنوات، فجأة اضطرينا واجهنا الموقف، اضطرينا نقابل التابلت في الأول صحيح. يعني فدي طبعا ده حاجة حقيقية. بالنسبة بقى للمشاعر النفسية اللي هو سؤال سيادتك، المشاعر النفسية دي مش هينفع أقول له خليك هادي أنت كويس مش هيحصل لك حاجة وأنا ماشية مرعوبة كده. هو شايفك. أيوة. أول حاجة أكون أنا هادية، أول حاجة يكون رد فعلي أنا إن الدنيا هادية، آه هو في مرض، آه هو صعب بيتنيل بسرعة جدا، بس أنا ليا إجراءاتي اللي هعملها اللي هتحميني وهتحميك. أول حاجة الطباع طبعا، هو إحنا لازم نغسل إيدينا أول ما ندخل من البيت، لو كنا نزلنا نشتري أي حاجة لازم في ماسك، لازم في كحول، لازم في كلور للأسطح، الأسطح اللي قدامنا دي كلها بتكون بالكلور، الألكهول لإيدينا طول الوقت، ممنوع لمس المنطقة دي تماما اللي هو الترينجل ده، عينينا مناخيرنا بقنا كله ممنوع. الجزء ده على فكرة كفرد جامد جدا في كل الأطفال ولغاية سن كبير كمان، أنا شايفة الناس كلها ماشية بالضبط عليه. حتى لو جينا نتكلم على مستوى الطبقة اللي هي العمالة بقى عندهم وعي لأنهم عايزين يشتغلوا، يعني أنا بنتكلم على أن أنا بشتغل في الحكومة يعني كلية والجامعة، لا هم كمان عارفين، هي كمان جاية لابسة الجلوب بتاعها الجوانتي بتاعها سوري، لابسة الماسك بتاعها، هي عارفة أنها مش هينفع تخش مكاتب غير وهي عاملة كده. فالوعي بقى موجود على جميع فئات المجتمع، وأعتقد أن احنا يعني تعبرنا دي الأزمة دي بسلام. والحاجة اللي أنا عايزة أشيد بيها فعلا الإعلام، لأن أنا جيت مرة قبل كده وكنت بقول أن إعلامنا المفروض يصدر الحاجات الكويسة بدل ما بنصدر الحاجات اللي مش حلوه. دلوقتي عملوا الاغاني، العيال بيحبوا الاغاني لاي كلام، دي عملوا لهم الاغاني دي اللي ماشيه مع الكورونا، المهرجانات قصدك الكلام اللي هي كده دي مش عارفه اقولها، الشعبيه الشعبيه الولاد بيحبوها، عملوها لهم البس ماسكك اعمل مش عارفه ايه كحفي، حتى لو لعب ما وصلت المعلومه وصلتها لجميع الطبقات، الاطفال والعماله اللي بنتكلم عليها والناس الايديوكيتد، اصل المتعلمين دول يعني اذا انت مش وصلتيها لهم عن طريق البرامج يعني والاعلام والاعلانات هو هيخش ويدور. لا غير كده كمان احنا شعب عاطفي، يعني احنا دايما بنفضل الرسائل الغير مباشره عن الرسائل المباشره بالزبط. فمهما علمنا ومهما قلنا غير لما بتيجي عن طريق مسلسل او اغنيه او بالزبط. غيره صحيح ده حقيقي صحيح. الفكره بقى ان انت عندك كائن طفل عايز يلعب وطول الوقت ممكن يكون بيواجه بلاش صداع بلاش دوشه خليك بقى. ساكت خليك هادي، فكره انك إن الحكومه تديكي اجازه عشان تقعدي بابنك وتغذيه وتقولي له بلاش صداع، امال هيعمل ايه؟ صحيح لازم تبدلي الاكتيفيتيز او تبدلي الانشطه اللي كان بيعملها بانشطه تصلح للبيت. برافو هايله. ازاي بقى انا عايزه الامهات النهارده بتتفرج تبقى عارفه ازاي تتعامل. احنا هنخلي حياتنا طبيعيه على قد ما نقدر، لازم نصحى زي ما احنا، مفيش حاجه اسمها احنا نصحى بالليل وننام الصبح، لا نصحى الصبح ونفطر كلنا ويبقى عندنا روتين يبقى عندنا اهداف بالظبط. تعملي بقى لنفسك بروجرام كده ان احنا هنمشي على ده وده وده، مثلا الصبح هنقوم شويه تمرينات رياضيه بسيطه كده، عارفه هتبقى سم فن لان هو شايف ماما مش عارفه تعمل قوي، طب بابا عمل كويس، طب انا ابتدى يبقى فيه كده، فطرنا مع بعض دي حاجه لطيفه جدا. بعد شويه ممكن بقى هو يعمل اي حاجه في البيت بسيطه على قد اوضته، يوضب فيها حاجه يساعد الام فيها. بعد شويه نبتدي نقول ايه، دلوقتي السوشيال ميديا عامله الحاجات اللي هم يشوفوا بعض، ادخل يا حبيبي واعمل مع اصحابك زي ما احنا عاملين الزوم ده تعليمي، ممكن يبقى ان هم يلعبوا مع بعض يستغلوا بهذا، نلعب لعبه مع بعض ويشوفوا بعض يبقوا لابسين قاعدين حلوين. لا وفي كمان اطفال ابتدوا يكتشفوا بقى مواهب جديده، يعني في ناس بيغنوا. احنا اكتشفنا انه في ناس بتحب تغني وفي ناس بتحب الطبخ، يعني في اطفال كتيره جدا فاجئونا. لسه هتكلم عليها النقطه دي، انا كنت هخليها لاحقا. يعني في جزء بقى من الوقت بقى بتاعي انا هعمل فيه ايه، فانا دلوقتي ممكن نخش المطبخ نلعب، ده الستات بقت الستات لقيت عندها وقت وبقت تخش تطبخ وتعمل الكيك كل واحده بقت تعملك، ما كانش بيحصل. هيبقى ابني معايا يلعب معايا، اضرب انت كده بالمضرب بتاع البيض، اعملي انت ده هات وكذا، ابتدى يبقى الوقت اللي احنا قاعدينه مع بعض بنلعب فيه وبنعمل حاجه، نعمل بيتزا نعمل كيك حاجات خفيفه على قدهم، يقطع مثلا الخيار يقطع كل طالما قدامنا احنا كلنا قاعدين مع بعض وكلنا بنهاف الفن مع بعض. ده جزئيه ان انا عملت لهم الشغل ده. طب هي الحياه هتفضل كده ان احنا نطبخ بس؟ لا لازم يبقى في حاجه تانية، اللعب بتاعتنا بتاعت زمان اللعبه الجماعيه،
فاكرين كده لما كنا نقعد نلعب الكوتشينه وحد يجي له الشايب، ماما وبابا وانا واختي واخويا ومين جه ومين، يعني العيله تتجمع تاني. يعني بص لها بوجهه نظره ان الفاميلي اتجمعت تاني. صحيح. نلعب كوتشينه، نلعب سلم والتعبان، ليدو، الحاجات بتاعتنا بتاع... طبعا صغننه بس لا لا ازاي طبعا احنا فكره كان عندنا لعب، هي الالكترونكس وزحمه الحياه اخذتنا، او مش هنقول اخذتنا، اخذت الكواليتي تايم، فكره جوده الوقت رجعت أيوة. تاني للواعي. اليوم بقى للوقت. طويل وبقى صحيح. في حاجات تعملي حاجات كتير مش كنتي عارفه تعمليها قبل كده، فرصتي ان انا اعلمه اي حاجه. هم مش بيصلوا، عايزه اعلمهم يصلوا، فرصه بقى يلا نقوم نصلي سوا. يعني احاول اوجد وقت يبقى لطيف مع بعض، تكتشفي ولادك من جديد، تكتشفي ولادك. خلينا نطلع لهذا التقرير لو سمحتي لي عن كيفيه التعامل مع الاطفال في ظل انتشار فيروس كورونا، ونعود لحضراتكم على طول. بينما شكل تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتعلقة به ضغوطا كبيرة اقتصادية واجتماعية ونفسية على عالم الكبار، يجد الأطفال أنفسهم الحلقة الأضعف نفسيا للتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي تغير فيه كل شيء أو كاد. وفي مثل هذه الأوقات يلجأ الأطفال للبالغين لفهم ما يجري حولهم، لبث الطمأنينة في نفوسهم الصغيرة. كيف يجب أن تتعامل مع أطفالك خلال جائحة فيروس كورونا؟ اباء وامهات لازم برضو ايه نوصل المعلومه للطفل، بحيث ان هو ايه يبقى عنده معلومه ويدرك ان الموقف، يعني احنا في موقف صعب مش في موقف سهل. بس وطول ما هو قاعد في البيت بقى يعقم ايديه، يغسل، يطهر الاسطح، الموبايل يطهره، اي حاجه الريموت يطهره، اي حاجه في البيت يطهرها. مفيش طاقه، ما بيطلعش طاقه بتاعته، ما بيطلعهاش، بيطلعها في البيت. هو مش عارف يخرج، ولا عارف يروح نادي، ولا عارف يروح مكان، ولا عارف يروح شغل، يعني مش عارف يروح مكان يطلع الطاقة اللي هو فيه. وبنعود لحضراتكم على طول، وجدد لقائي مع دكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وأستاذ طب الأطفال. برجع لحضرتك مرة تانية، وكنا لسه بنتكلم عن الأطفال بداخل البيوت. أنا بهتم جدا بفكرة نفسية الأطفال، إيمانا مني بأنه الفترة دي فترة الطفولة بتؤثر على حياتنا. يعني ممكن تشوفي واحد عنده 80 سنة 70 سنة وعنده هاجس أو خوف كبير من موضوع أو عقدة ما تلاقيها تكونت في هذه الفترة. إزاي أنا النهاردة الجيل اللي عايش معانا اللي هيكبر ويبقى قادة المستقبل ما يبقاش بيسمي نفسه بأنه الجيل المظلوم أو الضايع أو قعد فترة 3 شهور في البيت؟ يعني إزاي أحول الفترة دي من خيبة أمل للأطفال إلى بالعكس انطلاقة وطريق جديد بناه مع أخواته وعيلته، اكتشاف مواهب، ممكن كمان يكون مسؤوليات. يعني ممكن يكون الأطفال كل واحد مختلف، ممكن يكون عندك طفلين في البيت، واحد مسؤول جدا والتاني رامي المسؤولية على أخوه أو العكس. إزاي بالعكس بقى تقدري أن أنت توصلي فكرة المسؤولية للاتنين بما أنك قاعدة معاهم في البيت فترة طويلة؟ هو طول ما أنت قاعدة مع أولادك عندك وقت أكتر زي ما أنت قلتي أنك تشوفيهم وهم كمان يشوفوكي، ونحاول بقى نعرف مشاعرهم. يعني أنا لما لقيه حزين أحاول أعرف منه إيه اللي حصل معاه في المدرسة في الفترة اللي فاتت، أكتشف لو كان في أي حد بيتنمر بيه، أو هم مثلا قاعدين. أنت بقى عندك فرصة أنك أنت سامعة أصحابه كمان معاكي. أنت لما بنعمل اللي هو الجروب ده انت سامعه بيقول ايه؟ سامعه وسامعه المدرسه وسامعه كل حاجه، وسامعه اولاد المدرسه، اولاد المدرسه وهم معديين. ايوه صحيح. فانت بقى ايه فرصتك انك يعني تخشي كده بالفجآت كده، تبقي سامعه، تبقي فاهمه هو ايه اللي داير في مخه. ما ينفعش يبقى هم عايشين في حاجه واحنا عايشين في حته تانية خالص. احنا لازم نبقى كلنا
مع بعض. ده على فكره ده اللي كان بيحصل يا دكتور، يعني في امهات حتى غير عاملات وكانت ما تعرفش حاجه عن ولادها. بالظبط. يعني عايشين مع بعض في نفس البيت، تعرف انه بيروح المدرسه وبيجي من المدرسه، علاقتها بيه مثلا ممكن تكون شهاده الدرجات او نعمل نحل الهوم ورك، حتى لو كانت هي صحيح. بقى ست اللي مش مدياله فرصه وبتراكبه فوق دماغه تقول له نحل الهوم ورك. لا، ما هو مش بس هوم ورك، هي اللايف كلها على بعضها، يعني لازم كله على بعضه. حاجه اللي هم مفتقدينها جدا الولاد الايام دي السينما. ما هو في عيد وفي سينما ومفيش. طب ايه اللي يحصل لو انا جبت فيلم حتى لو قديم؟ هم هيكونوا مش عارفينه على فكره، الافلام بتاعتنا بتاعت زمان، ينزل نقي فيلم حلو ونشغله ونعمل فشار، طبق فشار كبير، ونعمل سناكس ونقعد كلنا العيله بتتفرج عليه. بالظبط كاني قطعت تذكره سينما ورحت، او في الافلام الجديده اللي بتنزل على النت يسحبوها وتتعرض، ونبقى عملنا الجو كله بتاع الخروج. الولاد مفتقدين جدا الحفلات الفتره الاخيره، كان في حفلات كويسه، وفي بقى حفلات عيد ميلاد والاعياد ميلاد والسليبريشن بتاع الجراديويشن التخرج، حفلات التخرج. زعلانين جدا صحيح. جدا يا حبايبي من الكلام ده، يعني انا اتمنى انه يبتدي يتظبط بطريقه السبيسنج، وان كل واحد والله هو في تجارب، يعني في مدارس بدون ذكر اسمائها، في اللي قدر ان هو يستلم الشهاده بالعربيه، وفي اللي عملوا اماكن متباعده وبالفيس ماسك استلموا الشهاده بتاعتهم ولبسوا الجاون، يعني برضو ما تحرموش من الفكر. بالعكس، انا من وجهه نظري انه الجيل ده يبقى مميز، يعني أيوة. هي حفلات التخرج دايما من قديم الازل متشابهه، حفلات 2020 للتخرج هي اللي مختلفه جدا، يونيك جدا، هيبقى يونيك فعلا، دفعة يونيك ده صحيح. هو دي بالظبط، هو ده، يعني لازم نبقى يونيك، ما تبقاش حاسس ان احنا الدفعه حظنا كده، لا لا لا، احنا بالعكس انت يونيك. هي فكرة انك تشوفي الجزء الممتلئ من الكوباية، يعني هي دي فكرة صعبة خصوصا في الظروف دي، بس دايما مش عارفة ليه بعول على السيدة المصرية، يعني الست المصرية بطبعها متفائل. أيوة. ويمكن بيصورونا بقى في المسلسلات ويتهمونا بالنكد والكلام ده، لكن في الحقيقة بالعكس، يعني انا شفت يعني لو تأملنا الموقف صحيح، هنلاقي ان فترة 9 سنوات اللي فاتت عدينا بظروف صعبة جدا. ما وقفناش عنها غير الست المصرية. بالظبط. يعني الارهاب، 30 يونيو مين اللي نازل؟ ستات مصر. سيدات بقى وبأعمارهم المختلفة. ده حقيقي. تلاقي مثلا لجان انتخابية أول اللي في الصفوف كل سيدات. اللاين كله ستات. لو شفتي لجان الرجالة ولجان الستات هتلاقي رجالة. وعشان كده الرئيس عامل تمكين المرأة. صحيح. قبل بقى كمان هذا الكلام، يعني طبعا في اهتمام كبير جدا بالمرأة في هذه الفترة، الوزيرات كمان مشرفينا في كل الوزارات. صحيح. وجهة جميلة. أنا بتكلم بقى كمان عن الست المصريه البسيطه، ان في وقت مثلا لما كانوا بيتكلموا عن غلاء الاسعار، الست لسه ماشيه بيتها وقدرت ان هي تكمل في ظل غلاء الاسعار بالرغم انه ما فيش مثلا مدخول زياده. النهارده حضرتك تحدثت عن السيدات العاملات الاعمال البسيطه اللي باليوميه برضه بتنزل وبتركب مواصلات وبتحافظ على صحتها، تلاقيها لابسه الماسك وبتعمل الكحول وبتطهر بيتها باقل الامكانيات، كلور وميه، كحول وميه، تلاقي ده هي هم اللي بيعلمونا كمان. ايوه بتيجي بافكار جديده فعلا. صحيح. ده حقيقي. ففكره التفاؤل وفكره الاشراقه اللي ممكن تكون عند السيده المصريه ازاي بقى؟ هي كرييتيف بصراحه، السيده المصريه كرييتيف. لان انت فعلا على جميع الطبقات بتلاقيها دايما عايزه تمنج وعايزه تعمل لاسرتها احسن حاجه عندها. المتعلمه بتحاول تعمل لولادها احسن حاجه وتوفر لهم احسن حاجه، وزي ما قلنا للناس العماله برضو بتلاقيها عايزه تبقى زيك، يعني عايزه تخلي لولادها زي ما هم، زي ولادك، بتحاول توفر لهم البيئه كويسه مهما كانت طبقه السيده اللي بتنتمي. أيوة. اليها، الا انها دايما عايزه اولادها في احسن حال. ويمكن ده اللي بيميز السيده المصريه كمان. ده حقيقي. فكره انتمائها الشديد لابنائها، يعني وحكم المجتمع دلوقتي، يعني انت اغلبيه الاسر، يعني انا مش عايزه نبقى بنظلم الراجل ولا بنطايده، بس اكشوالي يعني بالحقيقه يعني الست المصريه دلوقتي في كتير فاتحين بيوت. لا، ده احنا بنتكلم عن احصائيات المراه المعيله. ايوه. يعني انا عايزه اقول انه في بعض الطبقات المراه بتعول اسرتها بالزوج. يعني بالظبط. يعني خلينا نطلع لهذا التقرير. هل يؤثر هل يؤثر فيروس كورونا على حياه الاطفال ومستقبلهم؟ نرجع على طول مع دكتوره هويده ونتحدث اكثر عن اطفالنا في البيوت. We'll be right back.
وباء وفيات حقايق وإشاعات تهويل وتهوين، لكن الحقيقة فين؟ احنا قدام فيروس متحور من عائلة فيروسات السارس، العلماء سموه كوفيد 19. خطورته في سرعة انتقاله وانه بيعيش على الأسطح فترة طويلة وملوش مصل بحكم انه لسه جديد. غالبا حمى وسعال جاف وإرهاق عام، وأحيانا بيسبب إسهال وأعراض شبيهة بالإنفلونزا. وفي حالات الإصابة الشديدة بتحصل مضاعفات زي الالتهاب الرئوي الحاد، وممكن يؤدي لقصور وظائف الجسد والوفاة. حتى الآن نسبة الوفيات من المصابين أقل من 3%، ونسبة الشفاء تتجاوز 50%، وده معدل وفيات عالي لكنه أقل من أغلب الفيروسات الوبائية الأخرى، وكمان معدل الشفاء يعتبر مطمئن. أصحاب الأمراض المزمنة زي الربو، الضغط والسكر وكبار السن هم أكتر الحالات اللي نقلق عليها، أما الأطفال فهم أقل عرضة للمضاعفات دي وبيتحسنوا سريعا. الوقاية الوحيدة هي تجنب التقاط العدوى، علشان كده يوصى بغسل الإيدين جيدا واستخدام المطهرات وتجنب ملامسة الوجه والابتعاد بمسافة عن أي شخص تظهر عليه أعراض البرد. وأخيرا لازم نحافظ على العطس والسعال في منديل علشان ما ننشرش الرذاذ المعدي، وبالتأكيد لازم التوجه لأقرب مستشفى فورا في حالة الاشتباه. خاف على نفسك، خاف على بلدك. ألقى وباء كورونا بظلاله على جوانب عديدة من حياة الأطفال والمراهقين، أبرزها إغلاق المدارس. وبحسب منظمة يونسكو فإن الوباء تسبب في انقطاع 1.6 مليار تلميذ في 190 دولة حتى الآن عن التعليم، وهذا يمثل 90% من أطفال العالم في سن المدارس. كيف يؤثر الوباء على حياة الأطفال ومستقبلهم؟ وبنعود لحضراتكم على طول مشاهدينا الكرام، ودكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس وأستاذ طب الأطفال. بالتأكيد بتخصصكم أولا طبعا كل المؤسسات كان ليها إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، أنتم أكيد كان لكم يعني أسلوب مختلف أو ممكن نقول زيادة أحوط في الاحتياط للاحتراز من فيروس كورونا، عملتوا إيه وإيه الأهم الأنشطة اللي قمتوا بيها في الفترة الأخيرة؟ الحقيقة إحنا ككلية، أنا كلية دراسات عليا للطفولة هي كلية تابعة لجامعة عين شمس، فيها ثلاث أقسام بتخص كل ما يهتم به الطفل، الطبي والنفسي والإعلام. وعندي الثلاث بيعملوا ماجستير ودكتوراه درجات علمية يعني، والتدريب بتاع ثلاث أقسام بيتم في مركز رعاية ذوي الاحتياجات اللي هو تابع للكلية تابع جامعة عين شمس. مركز رعاية ذوي الاحتياجات هو أول مركز على مستوى جمهورية مصر العربية اتعمل يخدم كل أطفال ذوي الاحتياجات في كل ما يحتاجه الطفل ذوي الإعاقة. 35 خدمة بيقدموا في مكان واحد، يعني بيدخل عليا الطفل أول حاجة عيادة الأطفال يكشف عليه نعرف هو عنده إعاقة حركية ولا إعاقة نفسية اللي هو زي التوحد أو الهايبر أكتيف أو كده. فلو هو إعاقة حركية بيدخل على علاج الطبيعي والأعصاب ويمشي في السيكول دي، لو هو نفسي بيتعمله كشف طبعا طب نفسي، وبعدين بنتعمله الاي كيو ونشوف بعض القياسات عشان نعرف مستواه وإزاي أقدر أهله. فعندي عيادة السمعيات، عندي التقاطب، عندي التوحد، عندي تنمية المهارات، تعديل السلوك بتاع الطفل، عندي بالنسبة للعلاج الطبيعي في العلاج المائي، رسم العضلات، رسم الأعصاب، كل التأهيلات الموجودة. عندي جهاز الهايبر باريك أكسجين اللي هو الأكسجين عالي الضغط، ده كانت بعض الأبحاث أثبتت تحسن الأطفال عليه جدا لما بياخدوا الجلسات دي، وتم بالفعل افتتاح العيادة تقريبا من سنتين أو سنة ونص، وفعلا في أطفال اتحسنت، أولياء الأمور فرحوا جدا جدا بالنتائج اللي هم شافوها. مش قادر أقولك هي نتائج بسيطة قد إيه،
بس هي مثلا لقيت ام جايه فرحانه وبالدموع ان بنتها بقت تبص لها، تقول لك ده انا لما بتكلم يا دكتوره بقت تبص في عيني. شوفي حاجه بسيطه قد ايه هي فرحانه بيها. طبعا لان ده نوع من التأهيل. كان نفسها، هي كان نفسها توصل لهذه النقطه. الحاجه الثانيه اللي عايزه اتكلم عليها بقى، لما حصلت الازمه عندنا، احنا طبعا احنا جزء من جامعه عين شمس، فلما يتم التعليق الدراسه لازم يتعلق. واذا كنت انا خايفه على الولاد ما بوديهمش المدارس، فكان في قرار ان انا لازم اقفل المركز. يعني انا قعدت مع مدير المركز وقررنا ان احنا لازم نقفله حرصا على اولادنا. اذا كنت مع الطفل الطبيعي بتاخدي مجهود جامد جدا عشان تقولي له ما تمسكش حد، ما تلزقش في حد، ما تمسكش وشك، الكلام ده كله صعب. ازاي انت وهو اوريدي عنده اعاقه ذهنيه انت هتفهميه الكلام ده؟ فده تم الاغلاق فعلا. بس احنا في الوقت الحالي بما ان الموضوع يعني هيبقى مطول، هنعمل حاجات اونلاين للولاد دول، بحيث دي نقطه بالظبط كنت هسال حضرتك عليها. لانه الطفل العادي لما يتقفل المدرسه او النادي يعني متعب بس مقبوله، اما بالنسبه للام والطفل انتم الملاذ الوحيد، يعني انتم الملجا ليهم، انتم العيله، فرحانين بحقيقي، انتم العيله، فلما ينقطع التواصل بينكم وبينهم فبتبقى الضرر كارثي زي ما بنقول، او له ضرر نفسي كبير، له تاخر على حاله الاطفال نفسهم. ازاي تعاملتوا مع هذه النقطه وازاي قدرتوا انكم يعني تفكروا في حلول بديله؟ احنا دلوقتي بنعمل الموضوع ده، ان انا احاول اخليه اونلاين، لان التخاطب هو معتمد على حركات البق بتاعت المدرب، ومعتمد على طريقه الصوت وبيطلعه ازاي، تنميه مهارته، هو بيمسك ايده ففي تاتش. فاحنا دلوقتي هنحاول نعملها بحيث ان الام بقى تبقى قاعده جنبه. طبعا يعني حضرتك تعلمي انه الام العاديه بتبقى يعني متخوفه لمجرد انه طفلها بقى قاعد معاها 24 ساعه، فما بالك بالام اللي عندها ابن ذوي احتياجات خاصه، لو بيلعب رياضه كانت لذوي الاحتياجات الخاصه، لو بيتعامل مع مركز زي المركز عندكم، لما نقطع هذا التواصل اكيد بتكون صعب. فطبعا انتم مشكورين بدوركم انكم بتحاولوا تقوموا بحلول بديله الى ان شاء الله يعني نقدر نقول زوال هذه الازمه. تنصحي ايه بالامهات اللي احنا اتكلمنا عن الامهات اللي عندهم اطفال متضايقين في البيت؟ خليني اتكلم بقى في نهايه حديثنا عن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. المفترض ان الام والاب يتعاملوا معهم ازاي في البيت في هذه الفتره؟ هو لازم يدمج جوه الاسره، عشان ده نوع من التنمر ان انا اهمل هذا الطفل. بس الحقيقه برضو الواحد يقول كانت الاهمال والتنمر ده كان موجود اكتر زمان. صحيح. الوقت اللي احنا فيه طبعا بفضل سياده الرئيس ودعمه لذوي الاحتياجات وتخصيص عام لذوي الاحتياجات، ما اقولكيش الدنيا فرق توعيه. صحيح. يعني انا حضرت نحن اختلاف 2 بتاع تحت رعايه الرئيس السيسي، كل ام ماشيه بابنها ذوي الاحتياجات كانها ماسكه بوكي ورد، فخوره جدا. فين لما كان يبقى محبوس في اوضه ومقفول عليه، مطلعش عندنا ضيوف عشان اخته تتجوز، عشان مش عارفه ايه. لا، الدنيا ما بقتش كده خالص. احنا المركز بتاعنا هو لا يعني الربح ده مش في دماغنا، احنا اوريدي مركز حكومي، الاسعار بتاعتنا متدنيه عشان احنا بنخدم الناس اللي هم اقل فئه في المجتمع اجتماعيا يعني ماديا، تقدروا توصل اللي هم الاشد احتياجا في المجتمع. فالمركز ما فيهوش اي ربح، ومع هذا الامهات دي بتيجي وبتدي، يعني انت بتتعاملي مع ناس تحت خط الفقر يعني، ودول بييجوا بياخدوا الجلسات ويعملوا. فالوعي الحمد لله دلوقتي في بلدنا احسن بكتير من زمان. يعني انا شايفه ان احنا في طفره حقيقيه. طفرة، صحيح، وان احنا خدنا خطوه لقدام والحمد لله. ده غير كمان المراكز الرياضية ودمجهم في المجتمع وحصولهم على ميداليات. الحقيقة كل ده دعم شباب الرياضة طبعا. صحيح، هم غاليين علينا، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويوفقكم على دوركم الرائع الحقيقة الوطني في المقام الأول اللي بتقوموا بيه. بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا النهاردة. دكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وأستاذ طب الأطفال، بشكرك نورتينا. مرسي. تحيا مصر. تحية مصر. مشاهدين الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة من على أرض مصر، بنتمنى أنها تكون حازت على رضا حضراتكم، وإن شاء الله نلقاكم على ألف خير. ودائما وأبدا إسلام يا مصر بمسلميك ومسيحيك رغم أنف الحاقدين والمتآمرين. شكرا وإلى اللقاء.